إسماعيلية احنا بنشتري العمارات القديمة بتاعت وسط البلد بنجددها ونرجع نأجرها تاني، بنرجعها لشكلها المعماري القديم، بس بنحط فيها كل الخدمات بتاعت الاحتياجات المعاصرة، انترنت وكهرباء والحاجات دي كلها. والهدف بتاعنا اصلا احياء وسط البلد، يعني ان احنا نعيد احياء وسط البلد، ناس تنزل ترجع تاني، تخرج في وسط البلد، تعمل تشتري في وسط البلد، السياح ينزلوا وسط البلد، البيزنس يرجع وسط البلد كده. احنا بنحاول نعيد احياء وسط البلد. وسط البلد في اي حته في العالم، مش ده مش حصريا لمصر يعني، لازم يبقى فيها كل فئات المجتمع، فلازم تبقى مكان بيرحب بكل الناس. اكتر حاجه بتخلي الناس قريبه من بعض وبترحب بكل الناس هي الفن. تلاقي الفن اي حد بيسمع مزيكا او بيتفرج على فيلم او كده ملوش علاقه بهو جاي منين او هو من انهي فئه اجتماعيه او كده، دي حاجه بتجمع كل الناس يعني. فلما احب اعيد احياء وسط البلد بجميع الفئات، الفن بيبقى محوري. نمره 2، وسط البلد دايما بتعكس الهويه المعاصره للبني ادم بتاع البلد، والفن هو دايما اللي بيعكس الشخصية دي. فوسط البلد والفن حاجتين ما نقدرش نفصلهم عن بعض عمرنا يعني. بس كل مرة طبعا البروجرام بيكبر وبيعدي على ديسيبلينز اكتر كتير، وبيبقى مور اكسسبل، بيشد ناس من حاجات من ارياز مختلفه. السنه دي في دايركتنج كتير قوي، وفيلم دايركتنج اكتر من قبل كده، فيديو اكتر من السنه اللي فاتت او من الاديشن اللي فات، فبيشد ناس من حتت مختلفه كتير قوي، وشويه شويه بيتحول من ان هو ايفنت لانه ملتقى، الناس بتيجي يعني تحضر الايفنت بس في نفس الوقت بيتكلموا مع بعض وبيحصل انتراكشن ما بينهم، بتطلع شغل جديد، بتطلع ارت جديد. فلا طبعا يعني كايرو فوتو ويك عمال سنه عن سنه كده بيكبر يعني. البيزنس بتعملي فيه غلطات كتير قوي وبتتعلمي منها. انا لما برجع ابص كده انا ايه اللي ممكن اكون باسف عليه او ندمان عليه، كان نفسي اعمل نفس الغلطات اللي عملتها اسرع بكتير يعني. انا عملت الغلطات بتاعتي على مده طويله، كنت افضل ان انا اخد كل الدروس دي من 20 سنه. فالبيزنس محتاج ان الواحد يبقى داخل عارف ان هو هيتخبط وهيتعور وهيتوجع، بس الناحيه الثانيه اظرف بكتير يعني. هوبيز بلعب رياضه كتير وبعمل كذا حاجه في الفن، بلعب مزيكا وبرسم وبكتب، فدول حاجات ذات ام انترستد ان. بعشق الفوتوغرافي، فبحب اتفرج على الفوتوغرافي واحب ان انا اعمل نفسي كاني بصور يعني. ميكس اوف ايفريثينج، بلعب، بحاول اعمل بورتريتس واحاول اعمل ستريت فوتوغرافي واركيتكتشر وانتيريورز يعني، بحاول اتحرك في الحاجات دي كلها وتكنيكس مختلفه. مش عارف لسه اكشلي يعني، يمكن اكزيبت اكتر في الحته بتاعه الكتابه والرسم عن في الفوتوغرافي والمزيكا. I'm not a good guitarist. I think I write better than I play. لا، هي الحاجه الوحيده اللي انا فعلا بالنسبه لي مهمه قوي 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 يعني، as a person وas a businessman وas اسماعيليه وas كل حاجه وas an Egyptian، ان وسط البلد فعلا تتحول الى حته بيحضر فيها ناس من كل المجتمع، ما هياش بتاعت ناس معاها فلوس بس او ناس او حاجات رخيصه بس او بتاع، لان كل النشاطات بتفرق ما بين الناس. المطعم يا اما مطعم غالي قوي فما ينفعش كل الناس تروحه، او الهدوم ممكن تبقى حاجه رخيصه قوي فمش كل، لكن الفن ده اكسسبل لكل الناس. فا I would like to see more of that. فاحنا علاقتنا بكل الناس، هتلاقي ان في المناطق اللي احنا بنشتغل فيها كل الناس بتحبنا، ما حدش عنده مشكله معانا. فالكشك اللي كان بيبيع حاجات النهارده وفتحنا قدامه مجموعه مكاتب، مره واحده بقى بيبيع اكتر، فغير البرودكت رينج بتاعه وابتدى يبقى يعني كبر السبيس بتاعه. عندنا السياس كانوا بيركنوا العربيه باربع خمس عربيات في اليوم، دلوقتي بقى بيجي لهم 50 عربيه، فالدنيا ابتدى تنتعش بالنسبه لهم. وبقوا هم اللي بيدافعوا عننا قدام لما حد يتكلم علينا وحش او بالظبط. فا وي فيل ات. ثانكس يا فينس، ثانك يو.